السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، إن شاء الله اليوم نتكلموا على هذه اللواقيت هذه اللي السمية ديالو انفيرتو الترا أو انفيرتو ديجيتال أو انفيرتو بلاك، كل واحد كيقول لي. هاد اللاقيت هذا اللي كتشوفوا فيه دابا حاليا، هاد اللاقيت هذا يعني الا بغيتي تشد القنوات الميلتي ستريم او الاقمار ديال الميلتي ستريم، هذا كيسهل عليك انك تشد اقمار ديال الميلتي ستريم. هذا ديال مخرج واحد ديال 75 درهم، يعني في متجر بريكوما. هذا الامبيكواد، هادو كيخدموا باصحاب لوطيلات، كتركب معاه الميلتي سويتش ديال 8 الاقمار ولا ديال، غنحط لكم الصوره ديالها تشوفوها. كما كتشوفوا هنا فيرتيكال منخفض، فيرتيكال مرتفع، اوريزونتال منخفض، اوريزونتال مرتفع. هاد الاولمبيك واد سميتو اولمبيك واد، كيخدموا به صحاب لوطيلات واللي باغي يعطي تقريبا اكثر من 16 زياز. هادي الميلتي سويتش اللي كيخدم بها، وكاين هذاك الالم بي العادي هو هذا ديال ربعه الاجهزه، يعني الخيوطه ديريكت يمشيو ركبوا في الاجهزه غادي يعطيك، ماشي بحال الاخر الالم بي كواد هذاك واخا دوز ليه الخيط ديريكت الجهاز انا ما غاديش يخدم لك، ضروري من ملتي سويتش. المهم هاد اللواقيت هادي ما كاين محسن منها، يعني كتلتقط الاشاره مزيان بالنسبه اللي بغى يشد الميلتي ستريم. هذا 119 درهم، والاخر ديال الكواد ديال 179 درهم، وديك ديال الواحد ديال 75 درهم. هذا هو الين بي كواد لصحاب الوطيلات اللي بغى يخرج اكثر من 16 ريسيفر. المهم هذه لواقيت تساعدك في التقاط الاقمار الميلتي ستريم او القنوات الميلتي ستريم، واي قمر ديال الميلتي ستريم ضروري خاص يكون عندك طبق ميترو الفوق. كيف ما كتشوفوا هنايا اللواقيت هادو كاملين، راه كاين نوع واحد هو هاد انفيرتو الترا اتش دي او ديجيتال، راه كاين غير في متجر بريكوما. وهذا مكاني اخواني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.